قال إن كان رضي الله عنه وفي قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا يحيد للرجل بامرأته ما يحيد أن يحارب قال ما الأمر إذا يودعكم عن ذلك أفضل قال أبو داود وليس هو يعني الحديث به الطويل قال باب في الإكسار وبه قال حدثنا